الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا سافر شخص لمدة 4 أيام وهو يعلم أنه سيقيم 4 أيام، هل يجوز له القصر والجمع أم الجمع فقط أو القصر فقط؟ ما دام الإنسان مسافرا لم يرجع إلى بلده ولم ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، فإنه يجوز له أن يترخص برخص السفر، فله أن يقصر وله أن يجمع، إلا أنه إذا لم يكن محتاجا للجمع فترك الجمع مع عدم الحاجة إليه أولى عند أهل العلم رحمهم الله. فسواء كان علم أنه سيقيم في بلد السفر 4 أيام أو أقل أو أكثر، كل ذلك لا يؤثر، إنما ينقطع حكم السفر بالرجوع إلى بلدك الذي سافرت منه أو بنيتك للإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، وما عدا هذين الأمرين فلا ينقطع به حكم سفرك، والله أعلم.